نلتقي مع الناشطة العراقية جوان حسين. جوان حسين مساء الخير. مساء النور. شفتي مظاهرات العراق، كيف شعورك وانت كناشطة عراقية متواجدة في السويد؟ يعني ما اعرف شنو اعبر بداخلي، لانه احنا هنا بالسويد ماكو شيء بيدنا شيء غير انه احنا ننشر على السوشيال ميديا، نحارب السياسيين من خلال السوشيال ميديا، لانه وصل صوت العراقيين، لانه قاطعين الانترنت عليهم، ماكو اي وسيله نتواصل وياهم. مرات اكو كم شخص ينزلون بس نريد نعرف شنو دا يصير يعني ويا المتظاهرين. قطع الانترنت هو هذا كان اكثر العوائق اللي بصراحه بالخارج يعني. اي قطع الانترنت طبعا، وراح يتحاسبون سياسيين على انه دا يقتلون المتظاهرين، لانه صوتهم دا يوصل صوت المتظاهرين للكل وما راح نسكت. طيب شفت الاعداد بالمئات وصلت لشهداء العراق، كيف احساس الجاليات اللي عايشه باوروبا لما تنظر الى هذه الاشلاء والشباب اللي تقتل بالعراق من الحكومه؟ ما اقدر اقول شنو الحزن اللي بداخلنا، لانه احنا عايشين برا العراق صحيح، هواي ناس تقول انتم اللي عايشين برا ما تحسون بمعاناتنا، صح ما نحس بمعاناتنا لان معاناتكم، لانه ما نعيش وياكم نفس اللي بس والله قلبنا دا يحترق وداعت حق الله، ما اكو شيء ما نعرف شو نسوي، دا ناكل بنفسنا اكل احنا. طيب مطلبش انت كعراقيه عايشه بالمهجر من هذه الحكومه ومن هذه التظاهره، شنو مطلبش؟ مطلبي انه العراق يغيرون دستوره، يتغير دستور العراقي كامل بالاكمل حتى يصير بلد حال اي بهذول البلدان. السويد مو احسن من عندنا، المانيا مو احسن من العراق، ولا اي بلد احسن من العراق، بلد غني احنا نقدر نصير احسن من كل البلدان. فامنيتي انه المتظاهرين يستمرون ولا يتراجعون، وما نريد الشهداء هيك راحوا على الفاضي بلاش، ما نريدهم يروحون على الفاضي بلاش، نريد انه صدق المره يصير شيء، يصير تغيير، ونريد الدستور يتغير كله بالاكمل. شكرا جزيلا مشاهدينا، مستمرين في هذه التغطية.